الفنان سمير غانم بيحضر حاليا للجزء الثاني من مسلسل ميزو الرايق مع الكاتب لينين الرملي عشان يبدا التصوير خلال الشهر الحالي من المسلسل اللي حقق نجاح كبير بالجزء الاول واللي تم عرضه من حوالي 40 سنه. الفنان سمير غانم اكد ان الكاتب الكبير لينين الرملي كتب جزء كبير من المسلسل وانه بيستكمل الكتابه للجزء الثاني من حكايه ميزو، وكمان اكد على ان عدد كبير من الفنانين هيشاركوا كضيوف شرف ضمن حلقات مسلسله الجديد، منهم اسعاد يونس وفردوس عبد الحميد. لكن فردوس عبد الحميد قالت في تصريحات صحفيه ليها ان مفيش حد بلغها بانها هتكون ضمن مسلسل ميزو الرايق، وكمان قالت اتمنى بكل تاكيد المشاركه في الجزء الثاني من المسلسل، خاصه ان الجزء الاول اللي اتعرض من حوالي 40 سنه كان علامه فارقه في حياتي الفنيه. وشاركت الفنانه فردوس عبد الحميد في الجزء الاول من المسلسل، وكان من اخراج محمد اباظه، وشارك في البطوله الفنان الراحل حسين الشربيني وسامي فهمي وسيد عزمي ونعيمه وصفي وممدوح وافي وعزه جمال، واتعرض من الجزء الاول 30 حلقه وكان في اطار كوميدي زي ما اتعودنا على الفنان سمير غانم. تعرف الراجل اللي هناك ده؟ انا ما اعرفش رجاله غير الاستاذ بليغ. لا، الراجل القصير اللي قاعد هناك ده اللي كله بنطلون. ماله؟ من ساعه ما قعدنا وقعد يبص لنا زي اكنه بيراقبنا. بيتهيألك هيراقبنا ليه؟ الفنان سمير غانم اتكتم عن قصة وأسرار أحداث المسلسل، لكن بالتأكيد أنه هيقدم دور معتز أبو العزة أو الشهير بميزو اللي قدمه في الجزء الأول من حكاية ميزو. وكان بيقدم في أواخر السبعينات دور شاب مستهتر ورث عن أبوه ثروة كبيرة وأنفقها في مطاردة الفتيات لحد وصوله للإفلاس. الإطار الكوميدي الأساسي للمسلسل أكيد مكمل معانا في الجزء الجديد من المسلسل، لكن أكيد بأحداث درامية جديدة وكمان تناسب التغيير العمري للفنان سمير غانم. هو يا معتز، الساعة بقت واحدة. واحدة؟ أيوه. شكلها إيه؟ إيه يا معتز؟ اصحى وكلمني، أنا سلطان. سلطان؟ عاوز إيه يا سي سلطان؟ عايزك تصحى. مين الحمار اللي قالك صحيني؟ أنت؟ وإيه اللي لو أخرتني على النادي هخرب بيتك؟ والساعة بقت واحدة. واحدة؟ الساعة واحدة؟ إزاي الساعة واحدة ما تصحنيش؟ أنت مفصول. أوكي. الفنان سمير غانم شارك في عدد كبير من الأعمال السينمائية والدرامية، وشارك خلال السنين اللي فاتت كضيف شرف في أعمال بنات ودنيا وإيمي سمير غانم، وكانت أدواره علامة مميزة في الحلقات اللي ظهر فيها. آخر أعماله الدرامية كان مشاركة الفنان سمير غانم في بطولة مسلسل يوميات زوجة مفروسة قوي اللي حقق نجاح كبير من خلال الجزئين اللي اتعرضوا في السباق الرمضاني السنة دي والسنة اللي فاتت. بنتمنى النجاح لميزو واللي وحشنا جدا واللي بنتوقع له نجاح كبير جدا. هو يعني عايز اقول لك حاجه حبيب ابي، في حد في الدنيا يقول لمراته يا روحي سمير؟ ايوه روحي. اقصد اقول يعني هي مش متعوده منك على كلام فيه عواطف ورقه، ما تجيش مره واحده تروح دببها في وشها كده. يعني عايز تقول لها كلمه فيها عاطفه حاجه، قولها في وسط كلامك العادي اللي انت متعود تقوله لها.